شكرا. الحمار هاد اللون كلهم زوينين صراحه. شوفوا الزرق عاوتاني، ولكن هاد الغوز بهذاك لوست اللي انا تخيلته في بالي غيجي زوين، وهادو فنين كيحمقوا. والمدينه تبارك الله عامره، هما الصراحه زوينين. هذيك زوينه ولكن نصها دابا. شوفي هذيك الكرو الماغون حتى هي واعره. فين هي هذيك؟ راه هي اللي فيها هذيك الباندا من الله. هذيك تتبان عاوتاني واعره. هذيك هي اللون ديال المونطا. شوفي هذه فنه، هذه خطير. المونطا ديالها كلهم زوينين. سولي بعد على الثمن، عرف زعما زوين زوين. 6 درهم التصويره. مرحبا اخويا. كامل زوين الزرقاء، ولكن انا هذيك اللي باغا بالضبط ما عندهمش. شتيها فنان، التلوينات اللي فيها واعر. خويا بشحال هادو؟ 100 درهم واعر. شتاك الناس تعطيها الكروكيت. كيجو هكا في شي لوك، كيعطيو واحد التوش بلدية، كيجو فنين. البنات شينا الجوطية أنا وماما، شوفوا غزال هذا واعر. شوفوا هذا أوك أوريجينال. شوفوا غزال هذا كلهم زوين. أبو هشيمة البنات شوفوا هذا خطير. قرونا زوين، لكن 200 درهم نورمالمون جديد، ولكن بالثمن. ساعة جاني نظية. كي كيبان زوين فن. ولي لبستو غادي نتعذب. تعذبي في المشية؟ حيت صغير. ستة خصني السبعة حيت بوانتو. حيدي عليك صغير. هذا غزال، هذا واعر. شوفي ها هو بحال اللي باغا سهيله، شتيه؟ بيبيز انا القشمني دابا غادي نوجد راسي باش غادي نصور لكم واحد الريال في انستغرام. البارح كنت مشيت خديت هاد لابيلو هذا من عند مول ماكياج على اساس انه فين هو هذا القديم. شوفوا انا عندي ثلاثه، هادو بجوج تسالاو، هذا هو اللي شريت البارح، هذا شريته على اساس انه الاوريجينال. نورمالمون كنا خدام عند ثلاثه دمالي الماكياج حدا دارنا، واحد كاين في الدوره، واحد هنا، واحد شويه لتحت، واحد كنخدم عنده ديما. صراحه هو اللي كنخدم عنده لابيلو زوين، هذا اللي خديت من عنده هاد المره. نورمالمون هو كنخدم منه، ولكن لقيت عنده لابيلو فيك. تخيلوا معايا دابا هذا ماشي الاوريجينال، ما كيديرش كاع اللون نهائيا. شوفوا تخيلوا بحال غير كيرطب ليا وصافي. البنات سديت الباب بالحقاش، ما يمكن ليش انا دارنا انني نبقى نهضر ونصور في خاطري بحال كاع البنات الصوت ديالهم كيبقى يتسمع حتى ما نعرف فين. بحال تقولوا يا اختي كاع ما صايمين، كاع ما ناعسين، كاع ما سخانين، جالسين كيتفرجوا ليا في التلفازه ويغوتوا ويضحكوا. شفتهم بعين الرحمه غير كنضحك. باي ذا واي انا كاع ما صايمه، كاع ما صايمه، داكشي علاش نبان لكم هكا فيا هاد الجهد. راه كاع ما صايمه البنات. انا نورمالمون هاد السيمانه ديال الاولى الصيام دازت عندي صراحه قاصحه، لحقاش كنت كنخرج كنمشي هنا كنمشي ندور كندي لي كوموند كنجي طططط. المهم من هنا من هنا خدامه مع ماما ومعايا بجوج اختي، شاده جوج ديال البيزنيسز. دابا غادي ندير المكياج وموراها غادي ندير معاكم جيت ريدي ويد مي باش غادي نصور واحد الريل في الانستغرام. اوكي اوكي، ما غاديش ندير لاكرون لحقاش ما غاديش نخرج للزنقه، وان ميم طون ما بغاش نضيع لاكرون ديالي كنضحك معاكم. مهم ماسكارا ديال الحجبان اختي، وغادي ندير واحد المكياج يكون خفيف. صراحه كنت باغي نخرج هاد الايام هادي، باغي نخرج هكا من مور الفطور وداكشي نمشي شي قهيوه ولا شي حاجه، ولكن ما كانتش كتكون عندي كاع لقانه. وما كاين ما حسن اختي من الصيام انك تفطري في داركم
كتنوضي تصلي تنوضي توجدي في خاطر خاطرك ما كتجمعش عليك الصلاه. هادشي الصراحه باش كان كيعجبني انني نفطر غير في الدار ماشي نفطر في شي بلاصه. ولكن راكم عارفين كيجدكم واحد القنط خصوصا اللي كنتو كتخرجوا مولفين كتخرجوا بحالي كتمشيو هنا تسارى وتاتاتاتا في رمضان كيتبدل عليكم الجو. هذاك الشيء علاش انا كنت باغا الصراحه نمشي نخرج لشي بلاصه اولا شي بلان ديرو. دابا انا من دابا تحت ليا فرصه انني نفطر وما غاديش نفطر اي فطور عادي، ما عنديش داك العذر الشرعي لاختي، عندي عذر طبي. كيفاش وعلاش ستوري تايم؟ الا لا مولاتي انا مازال كنشرب اختي الدواء ديال لوبيراسيون. السيمانه الاولى اللي صمت فيها ما شربتش الدواء لحقاش ما كنتش عارفه انا بقيت كنشرب، ما عرفتش انا بقيت غادي نشرب الدواء بالضبط لحقاش نورمالمون انا الدواء كنشربو الصباح وموراها عاد كنفطر بساعه. المهم تبدل عليا التوقيت وداك الشيء صمت. هو نورمالمون انا ما خصنيش نصوم لحقاش مازال مريضه ومازال كناخد تريتمون. الدواء اللي كناخد ماشي اي دواء عادي، كناخد دواء قاصح كيدير لي الصفا كيدير لي النعاس، ما خصنيش نهز الثقل، ما خصنيش نطلع ضربات القلب. انا هذا الشيء هذا كامل كنديرو اي هلاله. ايوا صافي ملي مشيت عند الطبيب غير واحد السيده تما هي اللي كانت مولفه كتعطيني الدواء وداك الشيء، قالت لي الطبيب ما كاينش دابا ولكن انا غادي نقول لك اشنو غايقول لك الطبيب. قلت لها اوكي قولي ليا اختي ما تكذبيش عليا. قالت لي بلي اول حاجه انتيا فواحد الحاله اللي مازال ما بريتيش 100% مازال كتاخدي التريتمون ديال الدواء، دونك اشنو ما شنو. قالت لي خصك تاكلي قاش غادي تبدلي التوقيت ديال الدواء، ولا بدلتي التوقيت ديال الدواء الدواء غادي تخربق لك والجسم ديالك ما غاديش يتقبل داكشي وتقدري ما تبرايش 100%. لحقاش انا قربت نسالي التريتمون، عندي رونديفو مع الطبيب نهار في شهر 3 نهار 25 يعني في هذا الشهر ان شاء الله. بقات لي قولوا 10 ايام على التوقيت دابا اللي انا كنصور فيه، يعني انا راه لي فلوغ ما كنحطهم لكمش في دفي، انا ماشي اكتيف كنصور وكنعكز كنبقى نمونطي على خاطر خاطري وهذا اكبر غلط كنديرو. لحقاش خصني ديما نخلي لاشين ديالي اكتيف. ايوا يا لاله صافي من تما جاتني الصدمه ديال انه غادي نفطر وصافي دخلت ما عرفت من ندير. ولكن صحتي هي الاولى، انا ربي اللي عان بحالتي وباغا نصوم وباغا ندير اجر وباغا بزاف د الحوايج، ولكن اللي دارها ربي هي اللي فيها الخير. المهم الاخوان الكرام راني فاطره دابا 10 ايام، قالت لي 10 ايام دار رونديفو ان شاء الله غادي نمشي عند الطبيب وديك الساعه غادي نشوف شنو غادي يدير معايا. انا ما كعرفش ندير حديث ومغزل زعما نبقى نهضر معاكم وندير المكياج، لا كنعرف يا اما ندير المكياج يا اما نهضر، ما عنديش مع داك الشيء. طيب البنات هادشي اللي كاين، دونك داكشي علاش انا دابا فاطره ان شاء الله بحول الله. وهذه هي الوقيته فين خصنا نخرج، يعني نخرج ولا نمشي نفطر فشي بلاصه ولا نمشي شي بلان. المهم ان شاء الله يحل الله من هنا لتما. صراحه انا بغيت نمشي انا وماما واختي لواحد الرياض ان شاء الله، ولا صاحبتي تمشي معايا حتى هي. ايوا اختي بكون انه كاع الناس اللي كنعرفهم في حياتي ما اش غنقول لكم، هذه صراحه ما كنبغيش نهضر عليها ولكن شغن نقول لكم لا حول ولا قوة إلا بالله. كاع الناس اللي كنعرفهم في حياتي الصراحة كنتش كنتوقع منهم بزاف الحوايج، منهم البنات الصحابات. أنا الغلط اللي كندير هو أنه كاع صحاباتي اللي كنت كنعرفهم ولا كنتو كتشوفوهم معايا في الفلوغ ولا داك الشيء ما عرفتش شنو، واش زعما الدنيا أولا الزمان أولا ما عرفتش بالضبط، ولكن الناس كتبدل والافكار كتبدل. جاتني أبل وأنا نحبس التصوير ما عرفتش، المهم كيطراو بلانات وكنكون انا اللي غالطه. كنقول لكم علاش انا اللي غالطه بالضبط وماشي هما. هادشي اللي غادي نقول لكم دابا، الا كانوا في اي وحده من صحاباتكم هربوا 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 هربوا. انا الغلط اللي كندير هو انني ملي كنصاحب مع شي بنت كنعطيها كل شيء، كنتعامل معاها طلب لي اي حاجه نعطيها لها، طلب لي شي حاجه نكون يلاه شريتها من حوايجي نعطيها لها، فوق ما تبغيني تلقاني فوق ما تعيط لي في اي وقيته نجاوبها، فوق ما تقول لي نخرج ونخرج معاها، فوق ما اي حاجه لي ديتاي صغاري كنديرهم اي حاجه. وهذا اكبر غلط تقدروا ديروه. علاش؟ حقاش اوتوماتيكمون بنادم كيتصر. مثلا دابا ها هي صاحبتي اللي انا مازال معاها عادي بيناتنا داكشي متبادل، يعني كنحس بلاميتي ديالنا صراحه زوينه، يعني كتحترمني ما كطيحش بيا حدا الناس عكس صحاباتي القدام كانوا كيبغيو بالعاني يطيحوا بيا حدا الناس واكسبري كيجيبوني حتى لحدا البنات ويبقاو يقولوا شي حاجات اللي انا معاودهم لهم يعني وبيناتنا بجوج. اولا مثلا كيمشيو كيبقاو يهضروا مع صحاباتي القدام ويجيو يبقاو يقولوا لي قالوا فيك داروا فيك فعلوا فيك صنعوا فيك قالوا لينا باللي راك شي كتهضري فينا عندهم هذا وهذا. هذا اكبر ريد فلاغ انا عندي، يعني الا كنتي انت صاحبتي ودرتي هذه القضيه غاعتبري راسك في اعداد الموتى كما كنقولوا وخلاص. عاد بدوك البلانات اللي كيداروا مثلا بحال دابا الا ما
درتيش هادي ولا ما قديتيليش هاد المصلحه ديالي غادي نتقلق منك، ولا انا ما نحترمكش خصك التوقيت اللي انا نطلبك فيه تكوني معايا ولا خصك تكوني معايا فيه. كاينين اللحظات اللي انا صراحه كنكون غلطه فيهم، يعني انا اي حاجه تقدروا انه تشوفوني انني اي حاجه كنت كنديرها انا معاهم كانت في الصالح لهم هما ماشي ليا انا. يعني انا كنلقى راسي في الاخر انا ما راه بحمد ديك الصداقه ديالهم حتى شي حاجه، من غير النكد من غير الغيره من غير الحسد من غير هما كيستغلوني في اي حاجه باغيينها. مثلا بحالاش غادي تقولي لنا كيستغلوك؟ كيستغلوني في الافكار، يعني كيسولوني على بزاف د الحوايج كنعطيهم انا الافكار. حنا اصلا كنتصاحبوا باش اننا ما كنقولوا نتبادلوا الافكار، كنلقى راسي انني انا عطيتهم كثر ما كيعطيوني. شنو هي الصداقه اصلا؟ الصداقه البنات هي انك تصاحبي مع واحد البنت اللي تكون كدير بعدا شي حاجه في حياتها، تكون كتقرا اولا كتخدم ماشي مسالية قبها ودور دور دور وما كتلقى ما دير، وهي براسها كتبقى تعطيك داك نيجاتيف فايب، فهمتوا؟ او انكم ما مستافدين معها حتى شي حاجه. ما كنعايرش البنات اللي ما كيخدموش اولا اللي ما كيقراوش، ولكن كاينين بنات ما كيقراوش وما كيخدموش ولكن عندهم عقليه بارفي، قوم كيفكروا زوين باغيين يزيدوا القدام، يعني بزاف د الحوايج. والمشكله هو هذا النوع هذا اللي تيكون كيحبط بيك وكيهضر فيك ويدير بزاف د الحوايج خايبين، ويبقى يحشي لك الهضره مثلا، ويبقى يقول لك واش هاد القرايه شنو طفرتي بيها اولا شنو درتي بيها اولا عندي كديري وكديري شنو طفرتي وشنو درتي. هذا هو اكبر شخص اناني وما غيزيدش بك القدام، ولا بقيتي مصاحبه معاه اولا معاه غادي يبقى بك ديما اللور اللور. انا شحال من وحده ما نكذبش عليكم، يعني كنت كنبقى نقول لا عادي، يعني هذه هي الصداقه. بنادم ضروري كيكون فيه واحد الحوايج خايبين، الخايب كيكون اكثر من الزوين، ولكن هذا غلط. اختي شوفي راه نفسك هي الاولى، صحابات عطاهم الله عطاهم الله. انا كنعرف دابا شحال من بنت تكون كتفرج فيا غتكون صاحبتي كدير لها اكثر من هادشي انا كانوا كيديروه ليا، ولكن في الاخر شنو؟ في الاخر اختي كتلقاي راسك انت اللي مفقوصه، كتلقاي راسك كتمشي تعاودي لماماك ولا لاختك ولا صحاباتك الاخرين انا شوف شنو دارت لي فلانة شوف شنو فعلت ليا، وفي الاخر شنو اختي كتلقايهم هما اللي كانوا كيستافدوا منك، يعني انت ما استفدتي حتى شي حاجه من لاميتي ديالهم، خرجتي الزيرو بحال كنتي مع واحد الانسان سنين وانت كتحفزيه بحال شي علاقه حب اولا شي واحد كنتي مصاحبه معاه سنين 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 وانت معاه، في الاخر شنو كيدير؟ كيمشي يتزوج بنت خالته، وراه هكا كيديروا دوك الصحابات، يعني كيستغلوكم كيبروفيتيو مزيان مزيان مزيان، ومن بعد كيقولوا لكم باي باي وكيبانوا على حقيقتهم، وكيبان داك الوجه الحقيقي اللي اصلا كانوا غا كيمثلوا به. انا دابا عارفه شحال من وحده فيهم غادي تكون كتفرج فيا وغادي تقول واشو دابا هاد بنت الحرام هادي شنو جالسه كتقول فينا، وحنا كنا معاها زوينات كنا وكنا وكنا. شوفوا البنات راه اقسم لكم بالله العلي العظيم الا حتى شي وحده حتى شي وحده من صحاباتكم ما كتبغي لكم الخير الا القليل ومن رحم ربي. حقاش اختي في هذا الوقت هذا راه ما بقات شي حاجه سميتها صاحبتي اولا نعاود لها اولا نكون معاها، راه داكشي كامل اللي انت كتنوي انك ديري فيهم في الاخر هما شنو كيديروا؟ كيستغلوك، كيلقاوك ضعيفه، كيلقاوك كتعاملي، كيلقاوك في اي وقت كتجاوبيهم اللي قالوا لك تقولي لهم كالحماره غا حل فمك، كيتمنوك انك تكوني انت كتمرمدي وهما ما يوقفوش معاك. وقسما بالله انا دابا حاليا كنهضر معاكم انا وحق الله اكثر انسانه وربي اللي عالي وعالم بيا، اكثر انسانه غنقدر نقول لكم كنبغي الخير للناس وحق الله العلي العظيم. انا اي بنت كتكون مصاحبه معايا فما كدير حتى شي حاجه في حياتها شنو كنوض اول حاجه نديرها كنبقى عليها، نوضي تخدمي نوضي تقراي نوضي ديري شي حاجه في حياتك، خدي شي ديبلوم ديري شي حاجه ديري شي بروجي ديري شي حاجه غير اللي غادي تهزك اختي وتعاونك وتزيد بك القدام. بقيتي جالسه غير كتسناي واحد ولد الناس هو اللي غادي يجي وغادي يتزوجك وداك فارس الاحلام وداك الشيء الافلام التركيه، راه اللي غادي ينفعك هو جيبك واللي غادي ينفعك هو مستقبلك. من بعد انت ملي كتبغي لهم الخير وكتنصحيهم بحال هكا شنو كيديروا؟ كيبقاو تيشدوا داك الشيء اللي عطيتيهم انت ديك النصيحه، كيردوك انت اللي خايبه ولا حقا انت اللي كنتي كتغيري منهم، ولا حقا انت اللي كنتي كتحسديهم، وانت اللي كنتي كديري وانت اللي كتفعلي وانت اللي كتصنعي، وانت اصلا اختي كان عليك شنو غادي ديري؟ غتسدي فمك ما تنصحي حتى شي وحده، راه كل واحد ربي عطاه العقل، كل واحد ربي نعم بواحد الحاجه اللي هي العقل وكيشوف وكيسمع وعندو اليدين باش كيتحرك وعندو العقل باش يحركو وعندو اي حاجه اللي زعما ربي نعمنا بها كاملين. فهاد الوقت اختي ما بقاتش شي حاجه سميتها تبغي الخير لبنادم،
بنادم انت كتبغي له الخير كتنوي به يزيد لقدام، هو كيحسكك وكيعطيك في الظهر ويهضر فيك والروينه وتيبغي يجبد لك الصداع. والمشكله الطامه الكبرى انا اللي ما كنحمش في البنات اللي كتكوني بحال دابا مثلا مصاحبه معاهم وداك الشيء، هي انها كتكون مصاحبه معاك وكتمشي كتهضر في صحابتها عندك، تجي تقول لك شوف لانا شنو دارت ليا، اولا شوف لانا سلفت هذيك الحاجه ومن بداتها لي وردتها لي ودارت لي وفعلت لي، وفي الاخر شنو كدير؟ في الاخر كتجي انت اي حاجه عاودتها لك كتمشي تعاود هذيك فلانه وانت تعاود تجي تعاود لك، يعني داك التخربيق وداك التبرهيج ديال الدراري الصغار اختي كتعرفيها باترونه وصبيصه وما كتسواش وقليله الادب وما مربياش، يعني كون كان والديها مربينها ما غاديش تجي تعاود لك داك الشيء اللي يعاودوا لها صحاباتها وتجي تقولوا لك انتيا، وتقول لك لا حقا انتيا صاحبتي، انتيا لامي ديالي اللي كنحمق عليها، انتيا اللي امي ديالي وكنموت عليها. يعني اي وحده تكون بحال هكا غاهربي. كاينين صحابات انا مثلا دابا صاحبتي كنعاود لها كتعاود ليا طرابلان بيناتنا انا وشي وحده عادي كنعاود لها، ولكن كاينين واحد الاسرار اللي ديك فلانه كانت كتعاودهم لي انا ما غاديش نعاودهم لصاحبتي دابا لحقاش انا هذوك اسرار. يعني انا ديك فلانه اللي جات عاودت ليا اولا تقت فيا في ديك اللحظه وطرا بيناتنا واحد البلان من بعد ما غاديش نقول دوك الاسرار اللي كانت كتقول لي، حيت فديك اللحظه كنديز الفيلينغ كنا كنتحبوا انا وياها بجوج. يعني ما يلقليش انني انا من بعد منين يطرا واحد النقاش بسيط وهذا نمشي انني انا نعاود داكشي اللي كانت هي كتقول لي. انا اكبر غلط اللي كنت كنديرو هو اي وحده كنت كنتصاحب معاها كنجي كنبينها معايا في يوتيوب كنجي كنبقى نطاقيها بحال كتقولوا في ديك اللحظه هما كيبقاو يقولوا لك بينينا بينينا معاك بغينا نبانو بغينا بغينا، في الاخر شنو كتلقاي راسك انك انتيا انك مبينهم في الفلوغ، ومني كطرا بيناتكم نقاش كتجي كتقول لك فلانه انا داك الفلوغ بغيتي تحيدي، كتصدقي انتيا داك الفلوغ مضيعاه على قدو كتكوني خرجتي بارطاجيتي فيه شحال الحوايج شحال من حاجه كتجي تقول لك لا حيدي. هادشي علاش البنات انا ان شاء الله بحول الله من هنا للقدام غادي نبقى نبين غير الناس اللي يستاهلوا ويبانوا عندي، لحقاش انا لاشين ديالي ماشي ضايعه عليا وماشي انني اللي جا اي كمارس بان عندي هنا. اختي اش غنقول لكم؟ اقسم بالله البنات حتى كنهضر معاكم بحال كنهضر مع اختي، والبنات اللي عندهم العقل هما اللي غادي يعرفوا شنو باغا نقول لكم، وماشي اي وحده تستاهل انك ديري معاها هادشي هذا كامل اللي قلت لكم. انت راسك واش كطبقي داكشي اللي كتقولي ديك الانسانه اولا لا، كانت عندك شي فكره كان عندك شي حاجه في راسك دولك ما تبارطاجيها مع حتى شي واحد. اختي اللي باغي شي حاجه ولا اللي باغي يدير شي حاجه يديرها الراس وهو قد بيها، راه شحال من وحده كنتي كتبارطاجي معاها واحد الفكره كتقولي لها نوضي خدمي على راسك نوضي ديري ونوضي ديري، من بعد شنو كدير هي؟ كتهز داكشي انتيا كتولي كتبيع داكشي اللي انتي كتبيعي، يعني بحال غادي تدخل واحد الكاتيجوري ديال الناس ديالك وتبقى تبيع داكشي بحال اللي كتبيعي انتيا وتبغي دير داكشي. شنو كيديروا هادو البنات؟ ما كنحملهمش. كتمنى انها تعيش حياتك وباغا تطبق داكشي اللي انتي كديري، لباسك قرايتك مكياجك مهم داكشي اللي انتي عندك باغا تكون هي، وهذا اكبر 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 صحابات اللي خصكم تهربوا منهم. هادو ماشي ريد فلاغ، هادو راه بلاك فلاغ. يعني اي حاجه دارتها بحال هكا غاهربي وخليها. انا شحال من بنت قسما بالله كنبقى نشوفها كتقول لك حقا انا ما عنديش صحابات انا كدا انا هادي، وهي كتلقايها انانيه، كتلقايها اي بنت صاحبت معاها كتبغي هي تبان احسن منها. مثلا تقدر تقول لك صاحبتي اجي لابسه غير شي حاجه خفيفه راه حنا غنمشيو غير لهاد البلاصه وغنجيو، حتى شويه كتجي هي كتلقايها دايره فول ميك اب ولابسه شي لبسه اللي احسن ما عندها وتبغي تبينك انتيا انك فواحد التبهديله فواحد الحاله باش انه هي تبان احسن منك وزعما هكا تبان زوينه، فهمتوا كيفاش؟ وهاد البنات هادو كيكونوا خايبين. يعني الا كانت انت صاحبتك بحال هكا غاهربي، واحد لاميتي كتحسي بها انها زوينه، مثلا صاحبتك غادي تشوفك انك داخله لاصال كتاكلي مزيان كتلبسي مزيان ديها في لابو ديالك شريتي واحد الحاجه زوينه، غادي تجي تقول لك انا عجباتني ديك الحاجه عندك بغيت نشريها حتى انا يلاه معايا، ولا قولي لي فين ولا منين نشريها ولا منين شريتيها وبشحال، فهمتوا؟ هذه كتحسي بها انها بحال شي وحده كما كنقولوا كتبغيك كيعجبها داكشي بحال انتيا كتعطيها لانسبيراسيون. ولكن اختي كاين واحد النوع ديال انه كتحسي بعينيها فيهم الحقد والشر، اي حاجه انتيا كديريها في حياتك كتلقاي كتسابق معاك باش انها ديرها. مثلا تقولي لها فلانه انا عجبتني ديك الحاجه، كتكوني انت وياها خارجين كتقولها فلانه انا عجبتني ديك الحاجه غدا غادي نجي نشريها، اولا ملي غتوجد لي فلوس غادي نمشي نشريها. شنو كدير هي؟ كتمشي تسلف وتكلف وتقول لك حق صاحبتي جابتها ليا كادو، اولا حق صاحبي جابها ليا كادو، ولا ماما فاجاتني وجابتها ليا. وسبحان الله اختي انت ما عجبتك هذيك الحاجه ولا ما جابوا لك كادو غير ديك الحاجه بالضبط لي انا حطيت عليها العين وبغيتها. كاين دوك صحابات اللي عاوتاني شنو كيديروا؟ كتجي كتجيب حدا الناس وتبقى تقول لك
صاحبتي وانتيا اصلا هذيك الحاجه كاع ما تجيك، لحقاش انتيا ضعيفه اولا، لحقاش انتيا غليظه اولا، لحقاش انتيا سمراء ولا بيضاء، ما غاديش تجي معاك. لا 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 لا، احسن بلا ما ديريها. من بعد شنو كدير؟ كتلقاي هي اصلا هذاك اللون ما جايش معاها وما كانش كيعجبها، ولحقاش انتي بغيتيه واختاريتيه كتمشي هي كتاخذ هذاك بالضبط. انا قررت انه هذا النوع هذا ما نعاودش ندخله لحياتي. انا كانوا عندي بنات هكا، كانوا صحباتي يعني بديك النرجسيه ديالهم، كنت مدخلاهم لحياتي ومتقبلاهم، ولكن لا ثم لا. علاش؟ كنلقى راسي انني انا من بعد انا اللي كنجيبها في صحتي، وانا اللي كنمرض، وانا اللي كنتفقس. واكثر صحابات ما كنحملهمش هما دوك اللي كترى بينك وبينها بلان، وكتمشي كتعمر عليك دوك الصحابات اللي انت كتعرفيهم. شنو كدير؟ كتمشي تحرش ديك فلان وفرتلان وفرتلانة وتعمرهم عليك وتدورهم عليك باش انهم شنو يديروا؟ يجيو انت بقاو اتاكيو فيك ويعطوك هضره قاصحه، وفي الاخر هي تتبان اميره وما دارت حتى شي حاجه، وهي كيوت وزوينه وظريفه. شتي هذا العالم هذا تصحابات فيه بزاف. انا قررت انني اختي نبقى نتصاحب مع بنات بحالي بحالهم، عندهم النيه، بنات يعني كما كنقولوا درويشه في عقلهم وتفكيرهم زوين ويزيدوا بك القدام. اما دوك الباترونات دوك الصباصات اللي فيما كانت شي حاجه ديال واحد الحماق الحماق، كتجي كتبقى ديرها معاك وشي تبرهيش وشي هبال. وانا اصلا ما تنقدرش انا على دوك المعاني وداك حشيه الهضره وداك الشيء، هذا كيمرضني اقسم بالله باش ما نكذبش عليكم. كنبغي انني نسلى اختي شوكتي وما ندبز مع حتى شي وحده باش يصدق لي الايلاينر. ها صدق، اما كي قلت لكم البنات راه البنات راه عالمهم بوحدهم. داك النوع ديال الصحابات شنو كدير؟ ديما في اي خرجه كتبغي تبان هي اللي لاباس عليها. مثلا انت وياها خارجين غاديين لواحد الريستو اولا واحد الكافي باش غادي تقهواو بجوج بيكم، دوزو وقيته زوينه وداك الشيء. شنو كدير؟ مثلا كتكون خارجه معاكم واحد البنت، ديك البنت اللي نتوما خارجه معاكم نتوما عارفين ديك البنت على قد الحال، يعني عندها بيوتجي ديال ديك الخرجه على قد الحال، كتقرا كتخدم، والديها الله يحسن العوان يعني ما عندهمش واحد الامكانيه باش عطاوها ولا وفروا لها واحد المال باش تخرج في ديك اللحظه. كتجي ديك صاحبتك الباترون اللي خارجه معاكم، تلقاي عندها واحد جوج دراهم مصدعاها في جيبها، وكتبغي تحشم ديك البنت، تبقى عليها لا حنا غنمشيو ناكلو في هاد البلاصه، حنا غنمشيو ناكلو في هاد البلاصه غاليه، حنا هادي وصاحبتي وملي ما عندكش بلا ما تخرجي معانا. هكا نيشان في الوجه. هاد النوع هذا قليل الاداب وما مربيش، وهذا ماشي قاصح حسن من كذاب كما كنقولوا، كما هما كيبقاو يطلقوا على راسهم هاد الامثله. هذا قليل الاداب، خصو يعاود التربيه، خص والديه يشوفوا اعاده النظر فيه واعاده الهيكله بالضبط. راه الصمت كدور، وقدر ربي يعطي لك الانسان اللي ما عندوش في ديك اللحظه يعطيه فلوس من هنا لقدام، وهي اللي لاباس عليها وانت اللي عندك واحد جوج درهم كانت عندك في واحد الوقت الي بوك، غادي تولي ديك البنت اللي ما كانتش عندها غتولي هي عندها، وانت غادي تكوني غا زلطيطه غا شرويطه، ما عارفه ما ديري في حياتك، غا كدوري في بلاصتك بحال هاد البنات هادو بالضبط. ما خصكمش تكونوا مصاحبين معاهم. غادي يبان لكم المكياج كثر وكثر، شوفوا المكياج جا زوين صراحه. وجدت حوايج وداكشي اللي غادي ندير دابا به الفيديو، غادي نبارطاجيه معكم دابا اللبسه اللي غادي نلبس، وقولوا لي كيفاش جاتكم تانتوما في لي كومونتير. واي حاجه راه غادي نقول لكم منين، يعني لي زاكسسوار خلاص راه من عندي، الجلابه داكشي كامل اللي غادي تحتاجوا غادي نخلي لكم لاباج بيان شغل البنات، يعني يكونوا هانيين اختي، راه كنعطيكم لي ديتاي ديال لي ديتاي. اول حاجه هذه هي الجلابه اللي غادي نلبس، انا غادي نلبسها وغادي تشوفوا كيفاش غادي تجيني في البيصه. ثاني حاجه غادي ندير هاد الشوكر هذا فهاد لاكولا هذا، عشو هذا فيه واحد لو فيغ كلاس، يعني ماشي داك الفيغ اللي كيجي في داك اللون، يعني داك الفيغ خنوني ولا ما عرفتش تيقولوا لداك اللون كاع اللوان، كنبقاو نقولوا ماشي سميات زعما. صراحه لي ديتاي ديالو فنين وكاينين فيه لاكولا بزاف، دونك البنات تدخلوا غير لاباج ديال لي بيجو ديالي تما غادي تلقاو. شوفوا المكياج يا اختي والماسكارا فنا يا اختي، المكياج جا زوين. عندنا هاد التريو، اول واحد غادي ندير هاد البراسلي هذا ديال الكلاش، عندنا هاد البراسلي هذا ديال كارتي، شوفوا كيفاش داير لي ديتاي ديالو. هاد البراسلي هذا ديال الكلو، شفتوا كيفاش كيجي؟ كيجي تا هو زويون. وخلاص لونسومبل اللي غادي ندير، غادي ندير هاد لونسومبل هادي، علاش وكيفاش؟ لحقاش جايه اسورتي مع الشوكر، شوفوا يعني جاي اللون زوين، وغادي تجي خفيفه وغادي تجي زويونه مع اللبسه، خلاص غادي تجي هماويه في اللون. هما لي طوندونس دابا كيجيو غزالين وكيجيو واسعين. هادو الصراحه ما بقناش منهم، بقات لنا غير وحده هي اللي غادي نصور بها دابا، ما عرفتش واش نخليها ليا ولا لا صراحه، والله ما عرفت. المهم كتجي زوينه في البيصه، شوفوا شوفوا اصلا لو نوار على لو شارم كيعطي في الوجه، ما كاين ما حسن من الكحل. شوفوا الكحل كيف تفتح الوجه، يعني حتى البنات هكا اللي سمرات ويلبسوا الكحل، ولا هكا البنات اللي لونهم بحال لوني حنطي واقيله، غادي يجي زوين. ونشوف هانتوما
شوف كيفاش كيجي اللون كيجي خطير. وصافي دابا غادي نصور لكم الريل وغادي نحطو لكم في انستغرام ياكل البنات. راه نخلي لكم لاباج انستغرام ديالي هنايا ودخلوا شوفوا الريل كيفاش جا وقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم الريل تما. هذا الصاك اللي غادي نهز، غادي نهز هذا الصاك هذا ديال ليدي ديور. هذا البنات هاي كوبي، ماشي حتى هاي كوبي، هذا راه ماستر هاي كوبي، راه كيبان بحال اوريجينال. شوفوا لي ديتاي ديالو فنيين، شوفوا البنات لا كاليتي. وهذا البنات غتلقاوه في لاباج ديال رانسو .luxury.shop. واصلا دابا دايره دي بروموسيون زوينين في السيكان، دونك البنات دخلوا تما وغادي تلقاو كلشي فوالا. الصاك كيجي هماوي وكيجي غزال في اللبس اختي، ديور اصلا معروفه زوينه. وهذا راه عنده لابوندولير ديالو سميطه في النار، اصلا مخليه لكم تما لي ديتاي كاملين ديال الصاك. ايوا اختي صافي. والكارطونه ديالو هي هذه، حتى الا بغيتي كتعطي شي صاحبتك كادو ولا شي حاجه ولا ليك نتيا ولا لماماك ولا شي حد في لافامي، كيجي زوين الصراحه، كيجي غزال في اللبس. هانتوما هادي هي لابواط ديالو ديور، وكيبان اختي زوين، كيبان هماوي، ماشي دوك الاخرين اللي كيكونوا ديال 100 درهم اولا شي حاجه، دوك كيبانو مدرحين في الهزه. هذا لا، هذا واخا زعما راه فيك ولكن كيبان كلاس، فهمتوا؟ كيبان نقي وكيبان غالي، واخا راه فيك ولكن كيبان غالي، يعني هزيته وتعرفي شنو هتهزي. فوالا شعري ها هو صايبته بحال هكا يا بوكلي، صافي بلاتي ونفخو بحال هكا باش يبان زويون في الفيديو وصافي. قولوا لي كيفاش جاني الماكياج، زوين واش زوين ولا لا؟ صافي عاوتاني مع اللبسه وداك الشيء، خسر داك الشيء غيبان هماوي. صافي شحال هادي ما درتش ماكياج هكا، تقريبا شي سيمانه ما درتش ماكياج كاع هكا، سيمانه بالحساب دابا سيمانه. فتاية تأمورات فرفوشات، عطيتوني دابا فطرت لبست حوايجي درت لي زكسيسوار. اول حاجه شوفوا البنات لا ريفيير وهاد البراسلي وهاد لا كاليتي هادي كيباغ لختي، مهم لي بيجو، لي بيجو كوم توجور شي موا. اول حاجه البنات ديال اللبسه ديالي فوالا، عرفتي خصكم تشوفوا اللبسه، مهم انا نوري نحاول نوريها لكم من هنا عن قرب، واخا راه مع عن قرب ما تلعبه. مهم اختي ها نتوما صافي، هذه اللبسه نردكم بلاصتكم. دابا في غاده قبل من كل شيء، بعدا هذا المعطر هذا الجو خطير، هذا ديال انا ديال اميرات العرب، اش من انا انا الابيض بغيت نقول، عشو ريحته فنه، ندور وشو ندير تنفيحه. اي بيان سور منين انا كتعجبني هاد اميرات العرب غادي ندير دابا البارفان ديال اميرات العرب. الصاك بعدا الصاك اول حاجه الهاي كوبي، غادي نخلي لكم لاباج ديالي هنايا دايره واحد لابرومو زوينه في السايكان. وخلاص الكيمونو البنات شوفوا كيفاش دايره غزال، كيجي كيحمق في اللبسه في صالتو غزاله كيحمق، شوفوا لا كاليتي البنات كي دايره. هذا غتلقاوه في لاباج ديال ماما ديال الجلالاب وداك الشيء كامل. المهم راه دابا دايره لكم كوليكسيون رمضان زوينه. دابا البنات واحد لا كوموند غادي نديها لواحد البنت، هاد البنت هادي ظريفه ديما كتخدم عندي لا في لي زاكسسوار لا في الجلالاب ماما الصراحه تقال، وصافي كوموندات واحد الجلابه دابا راه جمعتها لها ودابا غادي نديها لها لحقاش غادي نتلاقى معاها هي ساكنه في الهديم، دونك غادي ندير لها لا كوموند ديال الهديم. غادي نشد دابا طاكسي، دابا راه الطاكسيات بانوا ليا بداو كيخدموا، الا لقيت ما يتبقاش في الهديم راه غنضرب دويره الا كانوا حالين وصافي. وغادي نجيب حالاتي اختي نصلي شويه ايوا صافي، ونمونطي اللي هنمونطي ونقاد اللي هنقاد، صافي هادشي اللي كاين. البنات شوفوا هاد لاغوب هادي حمقاتني، كاين النوار كاين هاد الباج زوينه كتحمق لك على الكاليتي ديالها فنه فنه. This is me. دابا غنقيس ونشوف البنات شوفوا لي ديتاي ديالها، انا شوف راه لبستها فوق التريكو فوق السروال، عرفتوا البنات لا كاليتي ديالها فنه في هاد اللعيبات من الجناب واعره حمقاتني، ما عرفتش واش ناخذ النوار اولا الباج، بلاش بيهم زوينين.